الحين جينا للأعراس، لا كراسي ولا شيء، كانت مائدة، وكنا نقمر في على القاع وناكل. كان أبي يصير يشتغل، يجي في الساعة 4 أو 5 بعد الغداء وياكل، وكلنا ناكل معه، وكنا ناكل على القاع. لو ما كبرت وصرت أشتغل، كنت أشتغل في حفلات، واشتريت شلحان وكراسي وأواني. كان معانا شلحون، كان الواحد بس للشابوت، وفي الشابوت كنا نقمر في جنب الشلحون، وناكل ونشرب كلنا. أظل الأيام الأولى والسنين الأولى كانت صعبة في التيمون، المراق والحلبة والفتوت، الكل ما في التيمون، حتى الزوم والمطيط. وفي الشبط الكوبانة ما كانش جحنون، عندنا ما كانش يفعلوا جحنون. احنا انا تعلمت الجحنون رك بعد زواجتي، قبل من قبل لا، كنا ناكل كمو في التيمون. كل شبط حين فرح او بريت ميلا او حتى اذر، كنا نسير في الشبط. كانت امي تدي لبي في مصر، تطرح الجعل وبقبوق العراقي ولا شيء، تفاح ولا عنبرود ولا شيء، وكانت تصير بعده، هو يصير الاول لبيت الفرح، وبعدها احنا كنا نصير انا وامي واخي او اخواتي او من كان في البيت، كنا نصير بعده وندي لهم الأهل الذي في بيتهم الفرح، كنا ندي لهم الجعلة، وهم كان يحطوا عند أبي مع البقبوق القارورة. أمي ما كانت ترقص وتشري، ما رأيتهاش تشري وترقص. أبي في حياتي وهو صار لي كل فرح كل مكان، ولا مرة سمعته يزع صوته يشري أو يرقص في رش عين. في المكان حين كنا كان الفرح لكل المكان لكل البلد، واحد الذي كان عنده فرح كان يفعل الفرح في حصار البيت جنب البيت، كان يدور الرمكول والكراسي والشلحونات وكل شيء، واحنا كنا نسمع الرمكول ونهب لهنوك ونربع الفرح. احنا كبرنا رقصنا مع الناس مع كلهم.